ازاي وضع الهيئة العامة للثروة التعدنية ومستهدفين نحولها ازاي؟ هو زي ما حضرتك قلتي، احنا في تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، يمكن قبل بدايه كل دور انعقاد سواء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ بيبقى لينا معسكر. تمام. من خلال المعسكر ده بنقعد كاعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومعانا اعضاء التنسيقيه كمان في اللجان المتخصصه، وبنبدا ندرس ايه اوجه المشروعات او ايه الحاجات اللي نقدر يكون لنا فيها دور من خلال تحديث البنيه التشريعيه اللي من دورها تعزز الدولة المصرية سواء في المجال الاقتصادي أو كويس. المجال الاجتماعي أو حتى في المجال السياسي. تمام. وكان أحد مخرجات المعسكر اللي سبق دور الانعقاد الثالث إن إحنا في الجزء الاقتصادي عندنا أزمة في قطاع التعدين في مصر، والأزمة دي ناتجة عن تشوه إداري اللي حضرتك ذكرتيه في بداية الكلام. إحنا عندنا قطاع زي قطاع التعدين قطاع واعد جداً، عندنا ثروات بالفعل في الدولة المصرية في الصحراء الشرقية، عندنا حاجة ما يسمى الدرع النوبي الجنوبي اللي هو ما بين بنتكلم على 22 و27 الدوائر العرض، ودي فيها حجم من الثروات التعدينية الغير مستغل. طيب قعدنا بقى نبحث واحنا في المعسكر، طب احنا محتاجين ايه؟ لقينا ان احنا عندنا مشكلة في هيئة الثروة المعدنية. هيئة الثروة المعدنية هي حالياً ليها أبين، فحضرتك زي ما حضرتك ذكرتي عندي هي فنيا تتبع وزارة البترول وهي اللي بتديرها فنيا، وماليا تتبع وزارتي التخطيط والمالية. ده في معنى التخطيط كمان عشان المخصصات المالية يعني تبع ثلاث وزارات، وبالتالي فهي تعاني من تشوه إداري وفي خلل إداري نتج عنه إيه؟ نتج عنه إيه؟ إن قطاع التعدين بيساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية أقل من 0.5%. وده رقم قليل جدا جدا جدا. احنا عندنا ثروات، عندنا قدرات نقدر نزود الكلام ده عندنا، وبالتالي الثروات دي واعدة او عندنا نظرة مستقبلية ممكن يبقى اسهامها ايه في يعني احنا بنتكلم بداية يعني احد اهداف مشروع القانون، وده وفقا لدراسات عملتها كبرى الشركات اللي بتعمل دراسات جدوى في المجال، احنا بنتكلم ان احنا نقدر نرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% اللي احنا نروح لخمسة وستة في المية في 6 سنوات. عظيم. وده بنتكلم على مثلا حجم إيرادات، لو هنتكلم بقى بأرقام، حجم إيرادات لو هو بيدينا دلوقتي إيرادات حكومية 2 مليار جنيه، لا احنا نقدر في خلال برضو 6 سنوات نوصل ل 20 مليار جنيه. المفروض نعمل ايه؟ ايه الواجب اللي علينا؟ المفروض بقى ان احنا مشروع القانون اللي احنا تقدمنا فيه في بداية دور الانعقاد الثالث، انا تقدمت بيه بالنيابة عن نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، لان ده كان احد مخرجات زي ما قلت لحضرتك المعسكر الخاص بالتنسيقية. احنا تقدمنا بمشروع القانون عشان نحل التشوه الاداري ده. فقدمنا مشروع القانون لتحويل الهيئة من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية قادرة على جذب استثمارات، قادرة على تأهيل كوادر بشرية يعني تتماشى مع التكنولوجيا المتطورة في التعليم. هرجع على حضرتك تاني ومواد